انا ختم بواحد البسبوسه في الثناء الى بقى الوقت. بسبوسه بسبوسه هي كتجي زوينه. غنحتاجو واحد جوج بيضات، كاس لاروب ديال الزيت، كاس ديال السنيده، واحد الساشي ديال الفاني، قشور ديال الحامض ولا الليمون، معلقه كبيره ديال الزبده، كاس ديال الحليب، كاس ديال الطحين، جوج كيسان ديال السميده رقيقه، وجوج خمارات ديال الحلوه. والسيرو كنحتاج واحد كاس عصير ديال البرتقال، وجوج معالق ديال السنيده. والتزيين كنحتاجو الكوك، يعني كنخلطو الخليط عادي، كندير البيضات مع الزيت صافي، كيكون الخليط شويه ثقيل، كنديرو في المقله اللي ما كتلصق، المقله ديال هذيك الثقيله ثقيله ديال البسبوسه فعلا، وكنرشوها بالطحين وكنكبو هذا الخليط، اما كنديرو الطحين ولا السميده اللي عندنا، كنكبو الخليط ملي كطيب راه كتجي رطبه يا اختي سناء. كنخليوها تتبرد، السيرو كيكون سخون، كنديرو عصير البرتقال مع شويه السنيده كيغلى لينا شويه، وكنسقيوها بهذا الخليط وكنزينوها بالكوك. هي راه كتجي زوينه سناء، وصباحكم مبروك. الله يبارك فيك. عليك. لا بالعكس، اقتراحات كلهم ساهلين وبساط وفي متناول الجميع. ما كنحقوا الماء امكن نعطيك اقتراحات يكونوا ساهلين في المتناول ديال الجميع ان شاء الله. وصباحكم مبروك وبدايه اسبوع موفقه ان شاء الله. شكرا لك بزاف ملكة أم وئام، مشكورة جدا. Spider-Man.